الغربة كتفارق الخوت. كتفارق الخوت. وكتقصح الكبدة وكتبيض الوجه. والو تقدر تجيك خبار كاع من المغرب ديال شي واحد اخر في عائلتك مات عاد تجيك عادية. تجيك عادية قلبك صاح صافي. السلام عليكم. لاباس بخير. بلوك جديد اليوم. اجي تسالوا معايا شي شويه في برشلونه. بغينا نخرجوا شي شويه قبل الساعه ديال المغرب نشوفوا الاجواء كيفاش عامله هنايا في برشلونه السونتر. المهم حنا دابا كنتواجدوا في واحد البلاصه ما كنظنش اللي ما كيعرفهاش كلشي كيعرفها تقريبا كاع اللي زوينه بزاف. من بعد نتكلموا عليها اللي معروفه ومشهوره هنايا في برشلونه هي متحف المكبه. هذا كتشوفوا الناس كيجيو كيعملوا هنايا سكي يجيو كياخذوا الترانكليزات ديالهم كيعملوا سكي هنايا. اي دون ديريس من المغرب يو دامي شي مغربي كيف انت لاباس كلشي مزيان سلمنا على الناس ديالنا يلا العواشر. شنو مدينه من المغرب؟ الناظور. واو ما بايناش عليك اسمر ومن الناظور ولا حسب غير مراكشي برازيليني وانا واسي بن هذا تاعنا خاي من مدينه طنجه. احنا تلاقينا مع واحد الشخص هنايا حتى هو كيعجبو يلعب سكي حتى انت كتلعب سكي. سكي غرافيتي كلشي كلشي شي كلمه للناس ماشي مشكل قول لهم شنو هو الفرق ما بين المغرب وهنايا من ناحيه ديال بزاف. كاين الفرق، كاين الفرق على بنادم، كاين الفرق على الارض، كاين الفرق على الوجه، كاين الفرق بزاف الحوايج ياك. وحشنا الوالدين وكذا بزاف الناس ويمكن تقدر تشوفهم من هنا الوالدين ديالك ان شاء الله يشوفوك. بلغ لهم السلام يلا قول لهم توحشتكم ان شاء الله. دابا نعود نشوفكم ان شاء الله لاباط. شوف فيهم شوف فيهم بالكاميرا ماشي. يلا الصديق ديالنا شنو يسمك؟ الله محمد احسن الاسماء اللي عندنا في الاسلام. سي محمد كيسلم على الوالدين ديالو كيسلم على الناس في المغرب وقال لكم الفرق اللي كاين هنايا بحال اللي كتشوفوا. قال لكم كاين تما البرد كاين البرد كاين الشتاء كاين يعني الاجواء ماشي هي اللي كتختلف. اللي كتختلف ها واحد اجي اجي يا عمي اجي عطيهم شي سالو دو البلاد بلاد. لازم نزيد نطلع لعندو نزيد نطلع لعندو زعما تما باش يبان مزيان. السلام عليكم قصيتو دانيو قصحتي ولا لا؟ سير سير شوف شوف بعد هذيك الساعه اجي قول له شي حاجه سير. رمضان حواشي مبروكة حواشي مبروكة. شاتك العربية صافي يا خي. شنو اسمك؟ الله مهدي. مهدي من إيطاليا. مهدي كيسلم عليكم جميع المغاربة. هو النص ما خلينا تو راسك ياك وبقيتوا حاصلين في هذا حجر الصحة هنايا. ولكن شو أنا راه كنت كنعمر شحال هذه هنايا البلاصة زوينة هنا. المهم السي مهدي دار لكم واحد اللعيبة اللي زوينة في خاطر جميع المغاربة وكيسلم على جميع المغاربة. هو نص طاليان والنص المغرب. قول له اخي سي محمد احسن الاسماء. السلام عليكم فرصة ان شاء الله. سلام اخي شكرا. دابا غادي نمشي لواحد البلاصة اللي معروفة هنايا في برشلونة بالمغرب كيكونوا الناس بزاف تما مجموعين يعني كي مغاربة جزائريات توانسة اسبانيول جميع الناس. دابا ملي وصلت 8 بزاف الناس كانوا في الديور ديالهم يعني وخرجوا فهمتوني. يعني دابا نمشيو غنشوفو الوضعية كيفاش تما. هذيك البلاصة اللي شويش خايبة اللي كيكون فيها شي شوية ديال المشاكل وشوية ديال الصداع.
السلام عليكم. كيف تنهى ماذا؟ ما خير كيف يديها؟ تخم زيان بخير بخير كيف يديها؟ صلوا لنا الدراري صلوا لنا الدراري السلام عليكم. كيف تلا لاباس؟ الحمد لله. الله تبارك الله وبك. الله يسلمك العائلة. لاباس مزيان. السلام عليكم. واش مبروكة؟ المغاربة كاملين إن شاء الله واشكم مبروكة. هذا الصديق ديالنا يونس أخو قديم هنا. الله يجازيك بخير. شكرا بارك الله. الله يرحمك الوالدين. واخا ضرب في المصري ما عجبك. شكرا خويا. تهلا بارك الله. سلام الله يعاونك. السلام عليكم. كلشي مزيان لاباس عليك؟ بخير. مغرب ولا؟ انا سلمنا على الناس المغرب يلا زين. لا انا مغربي. مغربي صار فينا الخاوي. مين فينا المغرب؟ انا من كازا الخاوي. من كازا من طنجة. كيفاش عامل؟ مزيان الحمد لله. كيفاش عامل الامور هنايا؟ حصلنا هنايا في هذه المصيبه. هذه المصيبه راه لي لا الله يرحمك. حتى دابا حنا راه نخدم انايا مره في الصباغه مره ما نخدمش. دابا راك عارف الحمد لله. واش غاتعمل؟ الحمد لله. شنو غاتقول للمغاربه اللي كيفكروا يجيو يجلسوا هنايا؟ اش غنقول لكم؟ كاينين جوج حوايج الصراحه الخوت نكذب عليكم. هنا الا بغى يجي شي واحد بالوراق يجي. حيت نديكم الصراحه هنايا في الميديكاميسيون كاينين هنا بزاف سبيطارات كاينين شي حوايج. هادو هما اللي كاينين. انسان باش يجي ليهم اللي بغى يجي ليهم يجي ليهم يقدر يغامر عليهم. يقدر يغامر عليهم. نضرب الصراحه الادويه الصحه المعامله. ولكن اخويا الا ما كانش عندك الوراق راه الله يحسن عوانك. نادم كيعاني بزاف. كيعاني بزاف ديال الصح ماشي لك السي امين. نعطيكم هذه النصيحه ماشي لا. انا ما هضرت ما تكلمت. هذا السيد هذا هو اللي كيعاودكم القلب ديالو. القلب الله ياخذ لك من القلب. راه على خوتي راه ماشي احنا مسلمين وحنا مغاربه وما على كاع كاين شي حاجه. انا الدراري الغربه فين هما كاملين هنايا كيوجدوا الساعه رمضان. السلام عليكم الدراري. كنتم بخير مزيانين؟ كيفاش ماشي مع رمضان؟ كلشي بخير؟ عاز اخوتي سلامه. الله انا خوتي مشيت كنت ماشي بحالي والله العظيم بقى فيا خاطري وجيت نفطر مع الدراري ديالنا وما فينهما. حنا هما السي امين رجع عند امين عاوتاني. جيت نفطر معاه وغادي نفطر معاهم هنايا. السي مصر شنو اسمه؟ محمد من مصر. حتى هو غادي نفطروا وغادي نفطروا مجموعين وغاتبعوا معنا هذا البلوك هذا حتى نفطروا على الخاطر ديالنا ومن بعد ان شاء الله نهضروا شويه مع امين. رانا الدراري كيفطروا الحمد لله. والله العظيم الى القلب ديالي ما انانيش مشيت وقلت غادي نرجع وغنشارك معاهم الطعام وغادي نفطر معاهم بحال اللي كيعاودوا. ماشي زعما كنعملوا هادشي هذا باش نستغلوا فرصه فيهم لا. كنعملوا هادشي هذا باش الانسان يقتنع. مزيان مزيان يقتنع بان هاد الارض هادي ماشي كنقول لكم قبيحه. اللي بغى يجي مرحبا به يعني الواحد يجي ما كاينش المشكل ولكن خصو يكون حربي. خصو يكون واحد الانسان كيعرف كيفاش يعيش بلا ام بلا اللي غادي يقدر يعول عليه. فهمتوني الاخوه؟ المهم دابا حنا كنفطروا الحمد لله. السيد من مصر سي امين والله ما كنعرفوا ربي حسبني والنعمه هذه ولا كنعرفوا. حتى جيت تلاقيت معاه هنايا كنت كنصور بحال اللي كتعرفوا ديما. المهم خلي في القلب ديالي جلست معاه شي شويه. دابا انت كتشوف هنايا كنفطروا مع بعضياتنا. الصحه ديال بصحه كلشي اوروبا. انا شي كنقول لكم خايبه وما زوينه ما مزيينه ما خايبه. هنا الانسان اللي عنده الوراق يطلع مزيانه ليه. اللي ما عندوش راه صعيبه بزاف اخويا. اش غنقول لكم؟ صعيبه بزاف 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 والله. صعيبه بزاف من بزاف النواحي. السكنه باش تلبس باش تاكل باش بزاف د الحوايج هنا راه. وما يغركمش هذوك اللي كيهبطوا عاوتاني من العام للعام وهذوك ما يغركمش. هما مساكن هنا طلع تشوفهم كيفاش عايشين. والله يا خويا تقول لي نبقى انا في البلاد احسن ما نجي لهنا. هذوك اللي كيهبطوا من العام للعام ما نهضر معاك بزناز. هذوك بزناز انت ماشي غتعيش والديك بالحرام. ما كبروكش والديك بالحرام باش تعيش والديك انت بالحرام. هذوك كنهضروش عليهم. حنا كنهضروا كاع اللي عنده مسكين جوج ولاد ومراه وخدام هنايا. غنقول لكم الصراحه اش كيعيش؟ راه عايش مسكين لا اله الا الله. نجيكم الصراحه ما نكذبش راه انت في البلاد عايش احسن منه. الكاميرا كطيب ديسير كتاكلو كل نهار. هنا والله ما يقدر ياكلو كل نهار. ما يغركمش داك الشيء. هنا شكون اللي كيدير داك الشيء؟ الزوافريه بحالي انايا
ما خدام مرد ما عنديش الولاد صافي. اما بنادم اللي عنده الولاد وبعائلته راه صعيب، راه صعيبه الحياه. انا هناك قلت لكم قبيله كاينين جوج حوايج اللي مزيانين، هي شنايا؟ هي الصحه والسبيطار والدوايات، هذاك الشيء برافو عليهم برافو عليهم برافو عليهم. شي حاجه اخرى. كيفاش جيتي اخي امين هنايا؟ كيفاش جيت؟ من ليبيا اخو. من ليبيا يعني. اذا تينا ماشي جيتي حارق، تينا حرقتي. انا حرقت المغرب، من المغرب لليبيا، ليبيا الطاليان. ضربت الطاليان واحد البركه، طلعت سويسرا ضربت فيها بركه، طلعت بلجيكا ضربت فيها بركه، طلعت فرنسا ضربت فيها بركه. انا في صباليو الله باذن الله نطلبوا الله يسهل لك اخي امين. انت كل شيء قريب من عند الله. جينا شفنا هذه البلاد الحمد لله، ماشي نقول لكم ما استفدنا، استفدنا من شي حوايج اللي زوينين بزاف واعرين، ولكن شي حوايج راه ضعنا فيهم بصراحه. الوالدين، الخوت، الاحباب، العائله، الاذان. الاذان راه ما كتسمعوش انا الخوت كاع، ما كاينش الاذان. والله شنو قلت لك؟ شنو الله يدير شي تعاون الخير وصافي الخوت. ابا المصري فين هو؟ السلام عليكم، صحة فطركم وكل عام وانتم بخير، وشكرا لكم على رؤيتكم لنا. كيف جيت هنا المصري؟ انا جيت من طلعت من مصر على روسيا. على روسيا؟ من روسيا طلعت على السويد. على اوسلو، من اوسلو السويد، النرويج، بلجيك، في الاخر وصلت هنايا. كل هذا بعد 6 اشهر باش وصلت هنايا. شكون ما خذ راسك اصاحبي؟ اخواتي لا حشومه صح. كل واحد يخلي باله على، خلي بالكم على روحكم وصحتكم وكل شيء، ابهاتكم امهاتكم الله يبارك لكم، واللي يحب يعمل شيء يعمله لله لله وبالعقل ديالو، ويخلي باله على روحه وعلى مستقبله، ويفكر قبل ما يضرب الخطوه الاولانيه ازاي حيفعل وازاي حيريد وازاي حيش فين غيريح فين غيسكن عند المغرب وشكون غيشدو. ما فيش حد يجي كتعب راسك في المغرب اخويا، جي طالع كتعب راسك في المغرب. في المغرب ندوره كامله عندي بحال مريح دار، انا نمنا في الشوارع نبهدل الناس. المغرب راه ندوره كامله، نمشي من طنجه للبويره بحال مريح في داري. هنا اخويا راه ما كاينش اللي يعاتقك، راه ما كاينش اللي يعاتقك، راه ما كاينش اللي يعاتقك. شكرا لكم، و عيا اللي يعطي وما يعياش اللي يشوفكم. عندي قناة دائما يدوخكم اجين عندي كدا، هذيك اجين عندي والله يا خويا ما نكذب عليك، يجي عندي والله تيدفع لك التليفون. والله تقدر تجبر الخير في بنادم ما كيعرفكش مره، وبنادم اللي كيعرفك راه ما راه صعيب اخوتي. هنايا كيجيبوا الخوت وشحال من واحد كيتفارق على بعضياته غير وشكون السبب؟ الغربة. اما احنا في المغرب كنعرفوا اي حاجة كنعرفوها. الغربة كتفارق الخوت. كتفارق الخوت وكتقصح الكبده وكتبيض الوجه. هذه ما نفسرها لكم بمعنى اخرى، يعني الكبده كتقصحها، ما حتى واحد ما تبقاش تعقل عليه كاع والو. تقدر تجيك اخبار كاع من المغرب ديال شي واحد اخر في عائلتك مات، عاد تجيك عاديه، تجيك عاديه قلبك صاح صافي، ما بقى كي كاع الوجع عاد كاع الضربات داز عليهم صافي، ولات كتجي اي صدمه كتجي عاديه. اي صدمه كتجي عاديه، علاش؟ صافي ما بقاش كيجي كندير في دماغه غيطلع لاوروبا غيقاد الوضعيه غيقاد شي حاجه كيلقاها تصدات في وجهه، ما كاينش. وكان عايش في البلاد في حسن من هذيك الوضع، كان عايش في البلاد حسن من الوضعيه اللي عايشه هنايا. هادشي اللي نقول لكم الخوت، اللي بغى يجي قلت لكم وباقي صغير يجي، ولا كان باقي صغير يجي وبغى يجي يدخل السونتر المينور. شنو هما النصائح من الانسان اللي كيجي صغير هنايا؟ النصائح اللي يجي انسان صغير هو اللي عنده مثلا، هذه قال لي دابا نأيدوا على هذه الكلمه اللي قال باش نعطيكم هذه النصيحه. دري صغير اللي جا عنده حاجه، عنده مستقبل كبير الا تبع هذه النقط اللي غنقول لها الخوت، عنده مستقبل كبير، مستقبل زاهر. علاش دري صغير كيدخل السونتر؟ السونتر يتبعهم اسيدي، ما تكميش ما تكميش. فاش تقول لك يعطيكم الحلوف ما كيعطيكمش الحلوف، ما كيديروش معاكم داك الشيء. كاين ترادكتور عربي وكتلقى عاوتاني الدوكاتور عربي، المدير اللي كيكون مكلف تماك عربي مسلم، يعني الا تبعتيه كتقرا كيقول لك اش من ديبلوم باغي دير، كدير الديبلوم ديالك من تما كتخرج، هما كيعطيوك السكنه كيعطيوك الخدمه ديريكت الا تبعتيهم. اما الا تبعتي لي صحاب من ورا غتجي باغي تكمي باغي تاكل الفانيد باغي تمشي تسرق، هذيك اخويا راه والو، راه كتضيع حياتك. احسن بقى في البلاد، احسن لك بقى حدا بميمتك، احسن لك حبيبي. ما تبكيش عليك الله يمسك. سنة اخويا، اما غتجي هنا غتجي في عمرك 16 عام ولا 14 عام ولا 15 عام ولا 15 عام، امول 15 عام، امول 16 عام، امول 17 عام. سمعوا الله يرحم لكم الوالدين، هذه النصيحه اللي غنقول لكم. لا جيتوا هنا عندكم انتم اللي عندكم الامال،
علاش غتجي غدوز واحد العامين في سونتر غتقرا اللغه غتقرا بزاف توعى تاخذ اوراقك غتوعى غتاخذ الوراق غيخدموك الا تبعتيهم هما احترام غتعيش بحالك بحال غتعيش بحالك بحال قاوري في العقليه ديالك في كل شيء غيتبدل لك كاع المونطاليتي ديالك غتبدل ولكن الا تبعتي العقليه اللي طالع عليها من المغرب وانت صغير راه خويا راه احسن قحده والديكم وصافي هادشي اللي هادي النصيحه اللي غنقول لكم النصيحه للدراري الكبار اللي في مايوريتا يجي اخويا اش غنقول لكم صعيبه انا كنقول لكم الخوت والله تصعيبه بالله صعيبه وصافي ما نقدرش نقول شي كل واحد ربي وكيفاش سبحان الله كيجعل له هي داكشي الرزق رزق بين يدي الله ولكن الانسان يصبر يصبر عليهم شفت كالفاس غيصبر على الهضره غيصبر على بزاف الحوايج غتصبر الناس في الزنقه 3 ايام 4 ايام 5 ايام بشهر بشهرين عادي صبر قلب فين تدوش قلب منين تاكل قلب منين تلبس خاصك تكون قافز لا بغيتي هادشي اللي غنقول لكم لا بغى بنادم يجي هذا الشيء مش ساهل خواتي على بالكم هذا الشيء مش ساهل هذا الشيء بصح يحب الرجال يحب اللي عندهم الراس يحب اللي عندهم التفكير مزيان كل شيء مليح وهادو كاملين راه ما كيحبوش العرب باش ندير لكم نقطه في دماغكم كذب عليك كذاب يقول لك هادو كاملين ما كيحبوش العرب انا ماشي زعما كنقول لكم جيت نفطر نصورهم باش نطلع قناه ولا شي حاجه لا هادشي هذا كامل غلط انا ملي هضر معايا مره الاولانيه ملي كنت عملت اللايف كنت غير ماشي في الطريق وشفت كومبيرساسيون ديالو يعني ديك الهضره اللي كيهضر بحال اللي شي حاجه بقات خصني نكملها معاه فهمتوني ومشيت صافي طالع بحالي للدار بحال اللي ما كاينه والو طالع بحالي وبحال اللي كنقول لكم طالع وبالي بحال اللي شي حاجه طرشتني فهمتي قلت غادي نرجع وغادي نشوف ديك الدراري ولا لقيتهم راه غادي نجلس وغادي نفطر معاهم راه الله ولي عالم وجيت وجبرتهم وفطرت معاهم الحمد لله كلينا اللي قسم الله ماشي شي حاجه غنتفخموا عليكم بان كبيره ولكن اللي كتب لي الله نطيحوا في كرشي كليتو معاهم واو سي امينه وغادي يقول لكم واحد الكلمه الاخيره وسي محمد تا هو مسكين من مصر تا هو يقول لكم واحد الكلمه الاخيره وهادشي هذا اللي كنهضروا عليه غير هما النصائح اللي كنبغي نوصلوها للناس اللي هما غالطين في المغرب ماشي كنقول لكم ما تجيوش راه كل واحد ربي سبحانه وتعالى فيه عطاه رزقه غير الواحد يفهم شني اوروبا مي غتجيني هنايا شنو هما الحوايج اللي تقدر تلقاهم وشنو الحاجه اللي تقدر تعاني منهم هنايا يعني ما يغركش واحد يقول لك اجي نعطيك كاينه شي ناس فعلا كيتعاملوا ولكن قليل من 1000 غتلقى واحد 10 فهمتوني المهم سي امين غادي يكمل معنا هذا الفيديو هذا غادي يسلم عليكم وغادي يقول لكم شني كاين باش نمشي لحقاش نخليهم ساكن حتى هما راه هما خصهم يمشيو يقضيو الغرضات ديالهم انا سي امين كنتي ضارب ايطاليا فرنسا بلجيكا سويسرا سباليون خمسه دول في اوروبا دول عظمى ماشي دول كبار وراه كنلقاو في الطلع تمشي الدور عند العرب نفس بروبليم اللي كاين في دوك الدول كاين حتى في برشلونه بحال يعني الانسان يحاول كان خدام في البلاد يحاول ما يطلعش يحيد فكره ديال اوروبا من دماغه الدراري الصغار اللي كيطلعوا بزاف راه هذيك قلت لهم حسين يدخل للسنتر المينور راه يخرج دراسه السلام عليكم انا سي المصري غنقدم واحد لكم وان شاء الله تكونوا فطرتوا مليح وباذن الله نسمعكم شويه كلام صغار مش كثار عشان ما نكونوش كذابين معاكم احنا هنايا في اسبانيا في قاع اوروبا في قاع كل العالم راه كلها حال بحال ويعني شويه صعبه وشويه صعبه على البني ادمين وكصغار ككبار خلي بالكم وفكروا بعقلكم وشوفوا كيفاش حتمشوا هنايا كاين غير يعني تسمحوا لي في الكلمه انا اسف فيها كاين غير الدروقه غير البودره الكوكايين الروين يعني حاجات ما تتسماش هذه يعني كاع العالم مات منها فخلي بالكم فكروا قبل ما تعملوا الشيء اللي انتم تحبوه وشكرا لكم وان شاء الله صحه فطركم وعليكم مو ما خوتي انا غادي هاد بلوك هذا غادي نوقفه لحقاش صافي غادي نطلع بحالي لحقاش الساعه هي هذه كنت بحال اللي كتعرفوا غادي نطلع نفطر في الدار ولكن ما كتبشي وفيما الله سبحانه وتعالى كتب لك الرزق راك غتاكل واخا تكون ناوي تاكل حدا الدار وإلا كتب لك الله غتاكل شي ماكله اخرى داك الشيء اللي غادي يكون وكنقول لكم هذا الفلوك هذا غنعملو ان شاء الله وغادي باش تشوفوا الوضعيه والصراحه والحقيقه اللي كيعيشوها الجاليه مساكن اللي ما عندهمش الوراق اللي كيكونوا شي شويه مكرفسين
والراجل عمره ما كيتسحقر بحال هكا. كنقول لكم دائما الراجل وكيبقى ديما راجل، وهاد الناس هادو ماشي زعما كي ماشي تحقروا ولا شي حاجه، راه غير كيعاودوا لكم واحد الحاجه اللي هي تقدر توقع عن اي واحد، فهمتوني؟ غادي اللي غادي يجي حرق في فيزا هنايا وغادي كيفكر بانه غادي يبقى هنايا خصو يفكر بزاف، عاد يقدر يصطام واحد الصدمه. يعني الواحد قبل ما يصطام خصو يفكر، وهادشي اللي كاين. المهم وبحال اللي كتعرفوا ديما الانسان خصو يعرف مزيان شنو هي الحقيقه ديال اوروبا وشنو هي اوروبا. يعني عاد تجيني هنايا عاول على راسك، عاول على راسك، عاد تكرفص، غادي تدوز شي حوايج اللي هما غير الرجال اللي كيدوزوهم، اللي كيكون ما موقيتش الاحسن يبقى ما يجيش هنا يتعذب قبل ما توصل لواحد الدرجه اللي غادي تقدر تحقر فيها وتقدر تسمع شي حوايج اللي ما غاديش يعجبك. المهم السلام عليكم وفطركم صحه، فطركم ومبقاو ان شاء الله في بلوك اللي ما جي. يلا السلام عليكم كاملين.